شركة نوليدج هاب تمثل الشيخة لمياء القاسمي والسيدة سريخة كنبافي. تدرك الشيخة لمياء القاسمي أهمية القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك اخترنا منصة ماي أون كشريك لنا في هذه المنطقة حتى تحفز الطالب وتدعم العادات القرائية للطالب منذ سن مبكرة جدا. الطالب عندما يدخل إلى المنصة يتم تحديد المستوى القرائي له، يستطيع الطالب تحديد اهتماماته، وأيضا وهذا يساعد على تحفيز الطلاب على ممارسة القراءة. هدفنا أن يقرأ الطالب 20 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع.